اصدقائي نحن هلا بجول اسمه ساق الجول منطقه شيله، هلا طالعين جوله، خليكم معنا مشان تتفرجوا معي على المناظر الحلوه اللي هون. اول شيء بنبلش هون في طريق بدنا نطلع لفوق. على ما يبدو الجول ورا هذا الجبل الصغير. هلا والله عرفوش كيف رتي مناظر حلوة كتير فيهم، رحلة هيك ممتعة والله. هون كمان أصدقائي شايفين هيك، يعني حلو ما بعرف شو أقول. طبعا منظر المي غير شكل. تمشي ما أحلى تمشي على هذا الجسر هيك، شايفين أصدقائي هيك جسر على مدى النهر. طبعا يعني المناطق اللي خرج إنه الواحد يتمشى، المناطق الخطرة ما عم بين جسر. هون في كمان ركوب الخيل، إذا حابين تركبوا في هون منظر حلو كتير هذا الجول والله. المشكلة هون ما حدا بيمل، كلهم بيصوروا ما بيملوا من المطرح. العالم كلها هيك جاية بصوروا وتنزهوا.
طبعا انتم بتجيبوا اغراضكم من البيت مثلا صحون طبق هيك شغلات زياده مشان ما تشتروا هون كمان، بس انه في هون المنقل هون عندهم جاهز. سألتهم كمان في منهم اللحمة من عندهم، في منهم هلا اللي هون كل شيء من بيتك بتجيبه. هون بتشوي على شو اسمه على منظر البحيرة، منظر حلو كتير طبعا، يعني اطلالة ما بتتفوت. يعني تجيبوا هيك اغراضكم وقعدة حلوة، وكل مصاب 75 يعني مو غالية كمان، بس اللي عنده اولاد صغار ينتبهوا لانه يعني في مخاطره شوي مشان الاولاد الصغار. بس 75 وبهيك جو يعني رائع كتير. هدول مو بلاش، هدول كل وحدة 60. كل هاي المصاري 60، كل طاولة من هدول 60. يعني كمان في اطلالة وفي مي عندك مباشرة هيك. الجو هون غير شكل، والله أنا ما كنت متوقع هيك هالدرجة، يعني مية وفي خضرة بجنن والله. ان شاء الله استمتعتوا معنا بهاي الجولة. حلو يعني انا بنظري يعني كتير كان حلو، ان شاء الله انتم كمان يعجبكم المنظر. انت بقول مانغال ان شاء الله بلنتم انا بسا على نساء ما شاء الله على قد ما هو زحمة وان فيه. اصدقائي هلا نحن طالعين من هون، زحمة كتير ما شاء الله على تقولي ما حدا قاعد بالبيت. هون الطاولات كلها محجوزة، سألنا لآخر الطاولة قال محجوز، بس اللي بالغابة بقلب الغابة في طبعا في منهم خدمة، انتو بتجيبوا غراتكم من البيت، في منهم من المطعم، مثلا هاي من المطعم خدمة يعني أكل وشاي وقهوة. أصدقائي هلا وصلنا لآخر جولتنا، إن شاء الله استمتعتوا معنا، إلى اللقاء في فيديوهات جديدة.